غرام وبلاني ما عاد هو هداني بكلمة قال لساني وهدد حيالي زينو في روحي نساني غيابو دقايق بكاني حبو من سحر رواني وهدد حيالي من نظرة غرام وبلاني ما عاد هو هداني بكلمة قال لساني وهدد حيالي زينو في روحي نساني غيابو دقايق بكاني حبو من سحر رواني وهدد حياني خلاني حتى والفتو ومشاه مشاه مشاه وخلاني. الغياب اللي كان لمدة سنة هو كان غياب يعني اختياري ومدروس. هاد السنة كلها ما كنتش جالسة، كنت كندير بزاف الحوايج وخرجت بالعمل ديالي الجديد دادا حياني في الاخر. بصراحة أنا كنت مقتنعة بالغياب لأنه كان خصني ناخذ واحد شوية الوقت باش نراجع أموري ونعيد النظر في بزاف ديال الأشياء اللي فاتت، وما نظنش أنه ما فكرتش أنه غادي يأثر على يعني على مسيرتي الفنية أبدا، لأنه الإنسان ما خصوش يبقى يخربق، خصو يوقف يعني ياخذ واحد الوقت ديال التفكير يعيد فيه النظر في أشياء فاتوا ويبدل داكشي اللي خصو يتبدل باش ملي يخرج للجمهور يخرج بشي حاجة اللي كتليق به. أنا حاليا ما بين يعني ما عنديش مكان معين جالسة فيه، يعني ماشي في المغرب، ماشي في مصر، ماشي في لبنان، ما بين العديد من الدول العربية، لأنه عندي بزاف ديال بروجي من القدام اللي غادي نكون مضطرة أنني نسافر على قبلهم، فما عنديش مكان معين. بالنسبة لجديدي اللي هو أغنية دادا حياني اللي خرجت مع كليب، القصة الأغنية هي واحد الشباب كيكونوا مسافرين فواحد كيكونوا غادي مسافرين هازين لي فاليز ديالهم وداكشي، كتخسر بهم لا فواطور فواحد الفيلاج. هذاك الفيلاج غنكون ساكنه فيه انا. هذاك السيد اللي غادي يبغي يتكلف باللا فواطور ديالهم باش يصايبها غادي ياخذ لهم لي كلي السوارت وغادي يدخلهم عندنا للدار يبقاو بما تصيب الطوموبيل ديالهم. فاش غادي يدخلوا غادي تكون نظره اعجاب بيني وبينه، غنبقى نغني عليه في الاول ما غيديهاش فيا، ابخي شويه غيكون داك لو كونتاكت بارد يعني ماشي شي حاجه، وانا كنبقى نقول زعما حتى ولفتو مشاو خلاني اكسيتيرا. في الاخر هذاك السيد اللي صايب لهم الطوموبيل فاش كان جاي انا درت ليه شي حاجه في العصير باش يدوخ وما يعطيهمش السوارت باش ما يمشيوش. بزاف الناس ما فهموش يمكن هادشي كامل. الوغ عطيتو داك العصير شربو داخ، انا خديت السوارت خبيتهم علاش باش البطل يبقى معايا ما يمشيش. الفكره ديال الكليب من ناحيه القصه ستوري بورد، بصراحه اسلام هو المخرج، هو اللي كخيا ستوري بورد وعجبني. وبصراحه حسيت كليب يعني فريش، يعني كتحسي به فيه البهجه والفرح والالوان، فعجبتني الفكره بزاف. في الاول كنا مقررين اننا نصوروها في المغرب، حتى بدينا كنوجدوا راسنا وكل شيء باش نجي، ولكن لظروف الطقس، لانه ديك لادات اللي حنا كنا خصنا نصوروا فيها كان بزاف ديال العواصف هنا في المغرب الا كتفكري. فقال لي اسلام اون توكا انا اللي غادي نصور الاغنيه، هو اسلام كيبغي المغرب والاغنيه المغربيه وعنده درايه يعني بالثقافه المغربيه شويه. فقال لي شنو بالك نصوروا في مصر؟ خفت انا في الاول، قلت له ما يمكنش انا نصور اغنيه مغربيه في مصر، كيفاش غادي ندير خصوصا ان الطابع ديالها مغربي؟ قال لي ما تخافيش حنا غادي نبنيو كل شيء ونقادو كل شيء. افكتيفمون خدينا واحد المكان اللي هو فاضي يعني خاوي، حنا اللي بنينا داك الشيء اللي كتشوفوا في الكليب، هذيك الدار اللي كتشوفوا بالخشب وكل شيء، حنا اللي قادين هذاك الديكور كله مع مهندس الديكور كامبا، والحمد لله كنظن اننا توفقنا باش نعطيو للناس مشهد اللي هو زوين. وعلى غيجي وقلد نانسي عجرم صافي بليزير. اول حاجه اغنيه دادا حياني من كلمات والحان خالد سلام وتوزيع رشيد محمد علي. انا ما جاتنيش يعني ما فكرناش اصلا باش نديروا شي حاجه من التراث ونحيوها فحال بزاف الفنانين كما داروا، مع ان دي حاجه زوينه يعني كيحيوا التراث هذه حاجه زوينه بزاف، لكن اصلا دادا حياني جات من انا بنت خالد سلام جوري بقى بيبي بقى صغيره بزاف يلاه بدات كتهضر. واحد النهار كانت تبقى تقول، كتعرفي الدراري الصغار دا 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 با با با، هي بدات كتقول دا 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 دا، وهي تجيه الالهام انه يدير اغنيه سميتها دا دا حياني. فقط امتى حنا غادي نستعملوا داك المقطع ديال دا دا حياني جاك نعاس؟ انا ما جاني في البرومو، ملي حطينا ملي خرج واحد الكواليس خرجوه في واحد القناه عربيه
كانوا دعوا بزاف ديال الناس اللي هما متبعيني وكيتسناو الجديد ديالي، قالوا لي غديري لنا زعما فحال الفنانات فاتوا، غديري اغنيه دادا حياني جاك النعاس انا ما جاني. كاين اللي بدا اصلا تيكتب الكلام، وكاين اللي بدا كيتخيل اللحن. انا جلست مع لو تيم ديالي قلت لهم شوفوا، راه هما الناس الراي العام كيحسب لهم راه غادي ندير اغنيه شعبيه وغادي نحيد التراث، هذه حاجه زعما زوينه ماشي خايبه، مي بون حنا اصلا التيم ديال الاغنيه كله كان بعيد على هذاك الشكل. كانت بعدا اغنيه ماشي شعبيه اللي هي شبابيه كنظن سمعتيها، الكلام ما عنده حتى شي علاقه بالاغنيه القديمه. ودادا حياني هي كلمه كنستعملوها يعني في حياتنا العاديه، كيقول لك حياني عليك، ماشي شي حاجه اللي يعني ماشي شي حاجه اللي يعني مربوطه 100% بديك الاغنيه. بالعكس، خاص اصلا الفنان اللي كان تيقف راسو يكون شجاع في اختيار الوقت. بالعكس، انا ما عنديش علاش نخاف، مديرة اغنيه اللي هي بستيل جديد اصلا، وكليبا اللي هو بستيل جديد حتى هو. يعني انا لحد الان هذاك الكليب زعما بالنسبه ليا بعيدا عن انه ديالي زعما كنشوفه الحمد لله، حاول يعني قربنا فيه لا بيرفيكسيون، عجبني بزاف. انا تخيلت بعدا حتى تخيلت ما تخيلتش انه غيطلع بدوك لي كولور وبداك الديكور ايتو، ما كانش عندي تخوف بتاتا اني ننزل مع شي فنان اخر. بالعكس، انا عرفت ان كل اغنيه غتاخذ الحق ديالها، وكل اغنيه عندها ستيل ديالها، وكل واحد فينا اصلا عنده ستيل ديالو خاص به، يعني لا مجال للمقارنه. خفت في الاول، قلت احنا المغاربه ديالنا شويه صعب، علاش صورتي في مصر، علاش ما لبستيش القفطان، هادو من التعليقات يعني اللي جاتني. لكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وهذا الشيء بفضل ربي، انه ملي نزلت الاغنيه يعني هي من الاغاني اللي ما تعيراتش هذا العام. رحنا شفنا داك بزاف ديال الاغاني كنشوفوا عليهم بزاف ديال التعاليق سلبيه، دخلي عندي اليوتيوب وقراي لي كومونتير. الحمد لله الناس كلهم كانوا فرحانين يعني بهذا لو ستيل، لانه فريمون ستيل جديد، خاص الناس يدخلوا يسمعوا باش يفهموا علاش كنهضر. انا راني ما مديرش اغنيه شعبيه من التراث، نو، هذا ستيل جديد خاص بيا اللي غادي نكمل فيه، وكاين بزاف ديال البروجي اللي فحالو جايين. لي كومونتير تقريبا 99.99% كانوا ايجابيين، وهذه حاجه فرحتني بزاف. ما كنتش نتخيل يعني ان الناس غادي يتفاعلوا معايا بهذه الطريقه، عجبهم لو كليب، عجبهم لو ستيل، عجبهم الاغنيه، يعني اغنيه شبابيه او ميم طون فيها كلام نقي زوين، فهذه حاجه الحمد لله مشرفه. انا عروض تمثيل ديما كيجوني، خصوصا ملي كنكون في مصر في القاهره، لكن انا لحد الان هو التمثيل يعني ماشي شي حاجه اللي ما غاديش نديرها كاع، مازال ما عرفتش. لكن لحد الان انا كنفكر في لاكارير ديالي كمطربه فنانه كتغني. ملي نوصل لذاك الشيء اللي بغيت نقدر نفكر في التمثيل من بعد، لكن ما بغيت نعطي وقتي كله للغنى دابا. اي دور كيخدش الحياه وما كيتوالمش مع ثقافتنا المغربيه ومجتمعنا المغربي اكيد ما غاديش نقبل به. بزاف ديال الاغاني عجبوني، وما بغيتش نقول مع شي اغاني اخرين ما عجبونيش، حيت كل فنان مقتنع بداك الشيء اللي دار، ما يمكنش انت تجي وتقول له خايبه. راه كاين تعب من مور داك البروجي، راه ماشي غير تتنعس تتفيق تتلقى راسك درتي اغنيه، فعلا كاين تعب. هذا الشيء ما يقدرش يعرفه الا واحد فنان بحالك. باش تخرج اغنيه راك تتعب بزاف، وما كتنعش بالليل، وكتبقى تجرب الصوت، وهذا التوزيع عجبك وبدلو، هذا الشيء كله راه كياخذ من صحتك ومن وقتك ومن مادياتك ومن بزاف ديال الحوايج. ما نقدرش نجي ونقول لي هذاك البروجي ما عجبنيش، يقدر يكون ما توفقش فيه شكليا بواحد الطريقه معينه، لكن اكيد هناك كواليس انا كنحترمها وكنقدرها. بالنسبه للبوز دابا ولا مع السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي كتسرع توصيل المعلومه، ولا اسهل حاجه انك ديرها؟ يعني تقدر دير غير شي حاجه خايبه دير البوز، وخصوصا ان الراي العام كيشوف اكثر الاشياء اللي كتستفزه، الاشياء الزوينه ما بقاش كيشوفها بالقدر او بالكم اللي كيشوف بها الاشياء المستفزه ولا الخايبه ولا. فهذه حاجه ماشي يعني ماشي صحيه، لكن كنحاولوا على قد ما نقدروا اننا نديروا حاجه زوينه وفي نفس الوقت نديروا بها البوز. البرامج الهوات خصوصا ستار اكاديمي وحتى برامج اخرى في حاله كيساهموا بزاف في شهرة الفنان في الشارع، يعني كيولي معروف، الناس كتعرفوه كتابعوه وكتسنى الجديد ديالو، وكيساهم طبعا في انتشار ديال الاعمال ديالو بواحد الطريقه اللي هي كبيره، بحكم انه اصلا تيكون عنده قاعده جماهيريه ماشي غير في بلاده، حتى في الوطن العربي، وعلاش لا حتى في اماكن اخرى اللي ماشي عربيه، فاكيد كيساهم. حنا يعني في هذا العام اللي ما كنتش مبان فيه سجلت البوم غنائي قديم،
اغاني قديمه، لانه الناس بزاف كيطلبوا مني اغاني قديمه، لام كلثوم، الورده، فهذا حاجه كاينه. كاين بزاف الاعمال اللي خدمنا عليها واجده، يعني اعمال خاصه جاهزه، وكاين بزاف ديال الاعمال اخرى اللي حنا دابا كنوجدوا فيها في اللحظه. فكنقول لهم غير تسناو، ما تخافوش، ما بقاش نغبر عليكم. بالنسبه للسهرات والحفلات والمهرجانات سواء في المغرب او خارج المغرب، كان بزاف الحمد لله هذا العام ديال يعني ديال الاشياء اللي غادي نظهر فيها. بالنسبه للقنوات التلفزيونيه كذلك، فكنقول لهم تسناوني وغير ان شاء الله يعجبكم داكشي. كلمه الجمهوري وكل الناس اللي كيتابعوني على موقع فبراير، بغيت نقول لكم شكرا على الدعم ديالكم، وكنتمنى الاغنيه تكون عجباتكم، وكنتمنى هذه الغبره ما تكونش على والو. كنبغي نقول لكاع الناس اللي ديما كيتبعوني وكيشجعوني وكيدعموني وكيعطوني النصائح والانتقادات اللي ديما كتفيدني، كنبغيكم بزاف بزاف بزاف. وفعلا فعلا بانتقاداتكم وحتى تعاليقكم الايجابيه والسلبيه كنحاولوا نحسنوا من راسنا ونكونوا احسن. وشكرا على المتابعه.